كلي هان الودن عليه ونسيت ونسيت. صباح الفل يا دولة. ايه ده؟ ده رصيت التماثيل كلها الطلبية كلها. ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجة حصلت يا دولة، بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاعي؟ بتاع ايه ده؟ بتاع الاسرة ال15 يا دولة. ده بقى رصيت الورق بتاع البرد ده. ايه الحلاوة دي يا رمز؟ ايوه دولة، علقت على ورق البرد وعلقت على الشاي كمان يا دولة. حلو حلو كده، يبقى انت خلصت كل المطلوب منك. روح حضر لنا فطار بقى. لا يا دولة، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبة جبنة نست ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دولة حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي. بالقشر بالقشر. كلتهم بالقشر؟ يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دولة، انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وحاله من النشاط الغريب. متغيبه او من النشاط؟ الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دولة. اؤمر. هلو، اي وان دي. دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل نماضة. وادي يون سير. اي وان دي. رمزي دي له بتاعت نفرتيتي دي 20 باوندز. يعني بخمسين جنيه ان شاء الله. بيتك 20 باوندز. 20 باوندز. ثانك يو. شكرا. نظفها واديها له يا رمزي. حصل يا دولة من بدري، اتفضل. واتس ذيس؟ وات هابند سير؟ ده الكتريستي. الكتريستي كهرباء؟ ده كهرباء. انا عايز فلوس، عايز فلوس. ماشي ماشي بالراحة، اتفضل ادي فلوسك. كهربي دي يا لرمز، عملت ايه؟ خرب بيتك يا راجل. الراجل ده وانا يا دولة باين عليه ملبوس. ده ليه ما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب، وريني ايه ده. هو يا دولة ما بيتكهربش يا دول. ايه اللي بيتكهرب فيه؟ ما بيتكهربش ولا حاجه. ماشي، هو ملوش نصيب فيه بقى. روح ودي. ايه دولة؟ في ايه دولة؟ انت كمان؟ انا كهربت، انا كمان التمثال بيكهرب. يلا يا عم ما بيتكهربش اهو يا دولة. اهو 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 اهو، ما فيش حاجه اهو يا دولة. صح، ما بيتكهربش. ماشي خلاص، روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دول؟ انت اللي بتكهرب يالا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عادل؟ معقوله؟ معقوله رمزي بيكهرب؟ يا ماما بيكهرب، كل ما المسه اتكهرب. غير بقى ان اي حد من الزباين يدخل عندنا البازار يجي يتكلم معاه يلمسه وياخد حاجه منه من البضاعه يكهرب على طول. ده غير بقى كمان ان كل تصرفاته اتغيرت. قصدك ايه يا عادل؟ يعني رمزي ده سلوكه كلها اتغيرت؟ ايوه برافو عليك يا حماتي، هي سلوكه، كل سلوكه دخلت في بعض. في تفسير علمي بيقول ان الشحنات الكهروستاتيكية ساعات بتزيد عند بعض الناس. ايوه برافو عليك يا نجلاء، هي فعلا كهروستاتيكية، تحس ان استيكا دخلت على مخه ومسحته كله. على العموم رمزي طول عمره كده دماغه قافله. يا ريتها قافله يا ماما، ما كانش حصل مشكله. المشكله بقى ان عنده كهربا بزياده مستمره طول الوقت. طب يا عادل، ما دام عنده الكهربيشن في الليجن ده زايد شويه عنده، يعني طب ما تشد السلك دوت ولا تشوف كوبسه فين وتخلعه. معقولة يا حمادي؟ في بني ادم بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي بكوبس؟ لا، احنا مفروض ندور على المفتاح العمومي ونفصله. طب هقولك بقى فكرة تانية، مادام في بني ادم عنده كهربا زايدة جدا في جسمه، انت المفروض تفضيها له. افضيها له ازاي؟ افضيها له في ازايز ولا مثلا اخليه يشحن موبايلات يعني؟ ما تسمعش كلام حمادة، دي ست عمالة تخرف. الكلام اللي بتقوله ده كلام تخريف، طول ما هي قاعدة عمالة تعمل احمر وابيض واصفر وحاجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا اختي، مش لازم اكون ماسكة فلاية وعمالة اشيل البيبة اللي في شعري. بس بقى خلاص اسكت انت. ده وقت خناق، ده وقت خناق ماما حماتي. وبعدين وانا في مشكلتكم دلوقتي ولا في مشكله البازار اللي هيتخرب زياده؟ ما هو مخروب بسبب رمزي ده. طب اقول لك ايه، ما تعرضوا على واحد متخصص في الكهرباء، كهربائي يعني. والله يا ماما دي ممكن تبقى فكره كويسه، بس ربنا يستر بقى. مين يا بابا؟ ده عمو رمزي يا حبيبتي. طب ما تشوف وترد عليه. لا ايوه 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 ايوه، عمو رمزي دلوقتي من الكهرب، اي حد هيرد عليه في الموبايل هيتكهرب. ما تخافش يا لا رمزي، انا طلعت نمره الدكتور من الدليل وكلمته زمانه على وصول، ان شاء الله يظبط لك ضغطك العالي ده. لو سمحت يا دوله كنت ارجع مكانك، ارجع مكانك، انا ناقص كهرباء. ارجع. ماشي يا دوله. بقول لك يا دولة، وانا كده ان شاء الله يعني ممكن انور زي نور الشريف؟ طبعا، وزي عمر الشريف كمان. كفايه بس يا رمزي انك انت تمشي في الشارع الناس ما تبقاش قرفانه منك، بالعكس ده هيقولوا لك بقى ايه، منور يا رمزي. اهلا وسهلا حضرتك الدكتور. انت الاستاذ عادل؟ عادل سعيد. ايوه يا فندم، انا عادل سعيد. اهلا وسهلا. عادل 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 ولا سعيد؟ انا عادل سعيد ان حضرتك شرفتنا دكتور. انا الدكتور سليمان كفرية.
أستاذي رعاية الكهربائية الشاملة، ماجستير في أفلات الضغط العالي. يا أهلا وسهلا يا دكتور، حضرتك نورت. أنا أصلي قلبت الدنيا يعني على عنوان حضرتك عشان أجيلك العيادة صراحة يعني. لا ما فيش تعب ولا حاجة، أنا كمان أصلي ما عنديش عيادة. أنا لو أعرف عنوان المستشفى اللي حضرتك بتعالج فيها الناس كنت جيت لك يعني. أنا ما بشتغلش في مستشفيات، أنا عندي محل. محل؟ حضرتك بتعالج الناس تكوي ولا ايه؟ شوف انا ما بكسفش، انا بروح اشوف العطل بنفسي. العطل هو اللي عندنا برضو حضرتك يعتبر عطل يعني. طيب فين بقى، فين المشكلة؟ المشكلة اللي قاعد هناك ده حضرتك. يا استاذ انت فهمني غلط، انا ما بعالجش بني ادمين، انا كهربائي. كهربائي؟ امال ايه حكايه الدكتور اللي مكتوبه دي حضرتك يعني؟ ده لقب انا اخدته وانا بشتغل في مستشفى الامراض العقليه المجانين، وانا بكهربهم. حضرتك يعني وانت بتكهربهم يعني خدت لقب اللي هو دكتور؟ ده حاجه كويسه قوي حضرتك. هو اللي عندنا مجنون برضو اللي اسمه رمزي اللي هناك ده يعتبر مجنون حضرتك ومحتاج علاج، بس هو بصراحه يعني هو اللي بيكهرب الناس حضرتك. هو اللي بيكهرب الناس. زي هو اللي بيكهرب الناس. حضرتك يعني تقدر تعالجه يعني معانا؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك. نسيت. تقلقش يالا رمزي، انا عالجك يالا. عايز اقول لك على حاجه. ارجع. ده هربان من المستشفى باين بتاعه المجانين. اسكت فاضي على الجد. اسكت. ماشي افتح بقك. ايه ده دكتور ده؟ افتح بقك. تحت لسانك. ايه يا دكتور خيش خير؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ ده كهربته عالية قوي. كهربته عالية؟ دولة عالية ايه دولة؟ انا بخاف من الحاجات العالية قوي يا دولة والنبي. دي حاجة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ طب نقدر نعمل ايه؟ اوديه السد العالي مثلا؟ دولة على فكرة انا ممكن وانا نايم بالليل اعمل قفلة فولع في البازار كله. الولد ده عنده حق، ممكن يولع في الدنيا، يشعلل الدنيا. لازم نفرغ الشحنة اللي في دماغه. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الواد ممكن تستفيد منه، تشغله. اشغله ايه حضرتك؟ ده حمار. مش فاهمني. انا اقصد تفرغ الشحنة اللي في دماغه. حضرتك دماغه اساسا فاضية ما فيهاش حاجة.